مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي بوصفة جديدة. اليوم هنعمل معجنات بالزعتر الاخضر مع الجبنة. وصفة كتير طيبة وسهلة. لتحضير العجينة حطيت ملعقتين كبار من اللبن الزبادي بحرارة الغرفة وكبيت مي كمان بحرارة الغرفة. هضيف عليهم ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر. حركون برجع بضيف ملعقتين كبار حليب ناشف اي نوع وربع كوب من الزيت، حتى انا زيت زيتون، ممكن تحطي زيت نباتي وملعقة صغيرة من الملح. بخلط الخليط كتير منيح. هيدا هو الزعتر الاخضر، نقيته وغسلته وصفيته ونشفته كتير منيح. ضفته على 3 كبايات من الطحين المنخول والجبنة، الافضل انها تكون ما بتسوح مثل جبنة الحلوم. حطيت كوب وحطيت كمان شوية قشقوان مبروش. بالنسبة للزعتر الأخضر حطيت أول مرة كباية، رجعت لقيتهم أنهم بحاجة، حطيت كباية تانية، فإذا كوبين من الزعتر الأخضر لهذه الكمية من الطحين. بعجنهم على العجانة. بدي تكون عجينة طرية، ما بدي إياها قاسية. شوفوا كيف هيكون ملمسها وقوامها. حطيتها بصحن في شوية زيت وبرجع بغطيها وبخليها تتخمر من ساعة لساعتين. انا بعد ساعة بلشت اشتغل فيها. تقريبا بعد ساعة ونص انا بلشت اشتغل فيهم بعد ما تخمرت العجينة. اذا بدك تعملون اطباق تستخدموا حيلا ملعقة عندكم، لتعملون دوائر بالحجم ويكونوا مثل بعض، او فيكن تعملون بايدكم كمان سهلة. وفيكن كمان بهذه المرحلة كمان ترجعوا تحشون جبنة حلوم وما تحطوا الجبنة بوقت العجن. بخلص كل الكمية وحطيت على الواش سمسم وحبة البركة. بدي اخبزهم على الرف الوسط على حرارة 180. اول شي بولع النار من تحت، بعد ما خمرتهم كمان 10 دقايق لربع ساعة حطيتهم بالفرن وولعت الفرن من تحت تقريبا 20 لـ25 دقيقة ليحمر الكعب. برجع بولع الفرن من فوق تقريبا 5 دقايق. بتكون تنتبهوا كتير منيح منشان ما يحترقوا معكن. شوفوا ما احلاهن، ريحتهم بتعقد، عفت بالبيت ريحة كتير حلوة، ريحة الزعتر، وطريين فيكن تاكلون كمان مع اللبنة، فيكن تاكلون مع الجبنة. وصفة كتير طيبة وسهلة بنفس الوقت. هاي وصفتي لليوم. اذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك اذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة. وصحة وعافية.